المازدا سيدان، المازدا دو سيدان هي عنوان حلقتنا لليوم. اكيد ما تعرف على كل تفاصيلها مع صديقنا توني عبدو بعد لحظات، خلوكم معنا. توني هاي. هاي جورج. المازدا 2 ما صار له زمان بالسوق اللبناني وتغير شكلها اكيد عن الطراز السابق. الطراز السابق كان كثير ناجح، انباع كثير منه بالسوق اللبناني. خبرنا الطراز الجديد شو وضعه بعد تقريبا سنه صار له بالسوق ولا اقل شوي؟ لا اقل شوي اكيد، بس من وقت ما نزل هذا الموديل نزلت دغري 2016 عم تكون نيو جينيريشن، ما عم نلحق منها يعني شو عليها طلب شيء مش طبيعي. عم بتكون زبونات اللي بدهم يبدلوا من عنا يعني كمان وإضافة على اللي عم بيشوفوها جديد، بس عم بتسهلوا العملية لما المازدا تكون قديمة عم بتاخدوها بسعر مناسب وياخد الطراز الجديد 100%. نعم. بس الطلب اللي عليها مش عم بيتصدق يعني قد ما في عليها ويتنج ليست، منشان هيك نحن عم ندعي كل عم يحضرونا هلا لحتى يجوا. صار في عنا هلا ستوك وصارت السيارة مأمنة، بقى يقدروا يستفيدوا منها. كان في نطرة من زمان صحيح. ايه هلا لا. اليوم معنا طراز السيدان، رح نتعرف بداية على الشكل ديزاين هالسيارة ونتابع أكيد كل فقرتنا. عم نحكي شكل اليوم كتير انسيابي، السيارة صغيرة لكن لما نطلع فيها ما بنحس ابدا انه هي اصغر طراز اليوم بمازدا. فعلا فيها كتير سبيس من جوا وشكلها كمان على الطريق يعني ما بيبين انه هي من السيارات الكتير صغيرة. اذا بتلاحظ سيارة المازدا بتشوفها كلها نفس الشكل تقريبا، صغيرة وكبيرة والعائلية عم تشوفهم تقريبا كتير قريبين على بعض يعني بيضيعوا صاروا. هيدي كتير شغلة عم بينبسط فيها زبون، عم تعطي تقل للماركة. مثل ما عم نشوف دايما سيارة صغيرة فور دور وسيدان هيدي اللي عم تمرق معنا بالحلقة مع الصندوق عم بيكون بتشوفه صغير من الظاهر بس من جوا عم بيكون واسع اكيد. عم بتكون الرير اوفر هانج عم بيكون كمان شورت رير اوفر هانج عم يعطيها لوك سبور وبوز طويل. هيدا دائما المازدا بموديلاتها الجديده عم تبين شغله كثير نحن عم نلفت النظر عليها كمان. خلوني يجوا يستفيدوا من هالموديلات الجديده اللي عندنا. اكيد توني عم شوف كمان سايد فيو حلوه كثير للسياره. يعني اليوم مازدا عم تشتغل كثير على الشكل الخارجي واقل ديتيل بالسياره عم يكون حلو فيها. وناحيه اماميه كنا ذكرنا انه الشكل هو ذاته عم يكون ناحيه اماميه مع كودو ديزاين الفي شيب صارت اليوم كمان على طرازات المازدا 2 الجديدة. والسيدان كمان اليوم كومباكت كار واذا بنشوف بتشبه كمان المازدا 3 كثير صارت اكيد لانه دائما عم بيكون الكابين عم بيكون كومباكت عم يعطيها هالموضوع شوي هيك الشكل الانسيابي. نعم. مع هالواجهه اللي عم تشوفها اجريسيف لسياره سيدان بتحسها سياره رياضيه مزبوط تشبه المازدا 3 يعني كل عم بيسوقها عم بيشوفها عم تعجبه عم يطلع لحتى يجربها وعم بيرغب فيها اكثر واكثر. يلا هلا بنحكي نشوف بيرفورمانس للمازدا 2 سيدان. طبيعي السيارة 4 سلندر توني، بس أكيد تفاصيل كم حصان السيارة دي سعة المحرك خليها لأ. سيارة 4 سلندر عم تكون 1500 سي سي أكيد سكا أكتيف تكنولوجي عم نحكي عم تعطي 114 هورس باور على 1.5 لتر كتير مهم على وزن كمان خفيف على هالوزن هيدا كتير سيارة عم يكون الفيتاس تبعها عنده ريسبونس كتير قوي. عم يتفاجأوا اللي عم يسوقوها انه السيارة صغيرة بس فيها هالباور هيدا فيها هالثبات هيدا عن جد شيء يعني بلاجر لحتى واحد يسوقها عليها تست درايف خليك كل العالم تيجي تشوفها وتسوقها لانه مجرد ما سوى اكيد رح يشتروا لها السياره يعني هذا اللي فيني اقول لك اياه دغري واحد بيعلق دغري صدقني. على كل حال توني كنا شفنا الطرازات السابقه من المازدا 2 كمان قد ايه كانت مثل ما ذكرنا نسبه مبيعات كثير عاليه. نعم. طبيعي تكون كمان نسبه عاليه على الطراز الجديد من المازدا 2. رح ننتقل معك وعم مشاهدين لداخل السياره نشوف اكثر من جوا المازدا 2 سيدان. توني داخل كثير مميز فيها عن جد، خاصه هاللاين الاحمر على فتحات الاي سي وكمان على البورد الكونسول الاماميه كلها. هون كمان شو قصه هالتابلو الامامي كاربون لايت فايبر؟ كاربون لايت فايبر كمان. تفاصيل كلها معك كمان تخبرنا عن السكرين يعني اللي صارت اليوم كمان بالمازدا 2. هي سكرين هي القصه كلها بقلب المازدا 2 لانه السياره هي موجهه للشباب كلهم معهم سمارت فونز وكلهم بهمهم يكون السياره كومباتبل مع التليفونات تبعهم. هذا هو المطلوب هلا كما هي السياره لانه فيها هالسكرين فيها واي فاي كونكشن عم يقدروا يعملوا شو اسمه عم يقدروا يتواصلوا مع التليفون تبعهم يفتحوا السوشيال ميديا ويقدروا يفتحوا كل الابلكيشنز نسبيا اللي هن بيحبوا يكونوا عم يتفاعلوا معها.
فويس كوماند لحتى نقدر نحكي مع هذه الشاشه موجود على الستيرنج لحتى تقدر تحكي باي فويس، تطلب البلاي ليست، تطلب الكونتاكت ليست تبعك، وبس تتعود على الاشياء هذه ما بقعد فيك ترجع لورا بهالتكنولوجيا هذه اللي عم تصير. انت عم تعب في عندك انتراكشن بينك وبين السياره، عم تحكي مع السياره، بتحس انه السياره عم تتفاعل معك، وهذا الجو اللي عم تخلقه السياره بقلبها لما تكون شخصيه، هذا هو الانترتينمنت. بتصير السياره كبارتنر للزبون وخاصه الشباب، هذه كثير مهمه وعم ينحكى فيها كثير بين الشباب اللي عم يسوق هالسياره. عندك كوماندر هون على السنتر كونسول لتتحكم بالشاشه كمان، تيبترونيك 6 سبيد، رائعه جدا السياره. ما فينا نقول انه كل اللي سائقها هو اللي عم يعمل لنا الدعايه، هو الشباب اللي عم يسوقها مبسوطين، لانه اول شيء فيها حمايه، الاهل عرفوا نقوا لاولادهم سياره فيها حمايه، فيها ثبات، فيها تكنولوجيا جديده، وهذا المطلوب بسياره جديده. صح، يعني جامع كل شيء السياره، جامع كل شيء، انه هي السياره الاصغر حجما. مزبوط. بشركه مازدا. ننتقل هلا، بدنا نرجع نحكي شوي عن الديل، نعرف اكثر فايده السياره اليوم قد ايه تقريبا الفايده عليها، لانه اليوم الفايده هي الاهم شيء بناحيه السعر. إذا أنتوني مثل ما حكينا عم نرجع نشوف هلا هون اللحية الأمامية للسيارة، هالكلاندر الحلو اللي حكينا عنه خلال حديثنا عن الديزاين. نعم. خبرنا أكثر هلا ديل اليوم شو تقريبا الباكج معمول على السيارة؟ الباكج هو على المازدا 2 فوائد 0.99%، دائما عم نحكي 30% دفعة أولى، عم يتقدم على السيارة سند فور فري، يعني كل شخص عم يستفيد من هالسيارة عم يشتريها، عم يشتريها هلا بجانيوري، عم يطلع له سند فور فري، إذا دفع 30% ومقسط على 5 سنين، بيستفيد من سند، فور فري عم يندفع عنه، بصير بدل 60 سند 59 سند، أو كمان الفايدة 0.99% فايدة وهي أوريدي عم بيوفر فيها أصلاً. مظبوط، عم بيوفر بالفايدة، يعني كأنه السيارة هي سعرها عم بيكون كثير مهم ومضارب بالسوق، مع هالسند، مع الفايدة 0.99% عم بتضارب أكثر وأكثر. شكرا توني، كل معلومات المازدا 2 سيدان عرفناها منك اليوم، مشاهدينا مع ما تبقى من حلقات مازدا هالاسبوع، تابعونا كل يوم بمواعيدنا اليوميه، ونرى لوقت اطيب تمنيات الى اللقاء.